يعني ما في وصف. صباح فخري هو قلعة. دائما نحن بنقول حلب القلعة وحلب صباح فخري. اللي تركه الفنان الكبير صباح فخري هو أرشيف للعالم أجمع. نحن بنقول بالسياحة، نحن معنيين بالإرث الحضاري بالسياحة وبالثقافة وبكل مكونات الدولة السورية، نحن معنيين بالحفاظ على الإرث والتراث والحضارة السورية. أعتقد أن الفنان الكبير صباح فخري هو عمود من أعمدة التراث الوطني، وهو من كنوز هذه الأرض. تفخر به حلب، تفخر به سوريا، ويفخر به العالم العربي جميعا. رحم الله الفنان صباح فخري، وإن شاء الله بيجي تلاميذ له بيكملوا هذه المسيرة وبيكملوا الحفاظ على هذا التراث اللي هو غناه وأغناه وحفظه ونقله للعالم. صباح فخري مدرسة، كلنا تلاميذ في هذه المدرسة. شكرا لكم. يعني نحن هذا واجب، أولا واجب وطني قبل ما يكون واجب شخصي. قامة عظيمة مثل صباح فخري، يعني اللي عاش كل حياته عظيم، وفاته أيضا كانت موقف مهيب جدا، لكن هذا الشخص يعني تركنا بروح بجسده، لكن روحه ما زالت موجودة بوجدان كل العرب، ليس السوريين فقط أو الحلبية. وأنا بقول هذا الإرث الكبير اللي تركه هو إرث تستفيد منه الأجيال. وسوريا مثل ما بتعرفي سوريا ولادة دائما إن شاء الله بالقامات الكبيرة يعني. فنتمنى لروحه الرحمة ولأهله ولأصدقائه ولجمهوره المحبين وكله الصبر والسلوان. يعني للأسف خسارتنا فعلا كتير كبيرة، ويا رب هيك نقدر نكفي عنه الطريق ونحمل هالتراث اللي تركه لألنا. الله يرحمه يا رب، والعزاء لكل عائلته، وإن شاء الله يا رب نضل فعلا هيك مكفيين. يعني نحن اليوم كفنانين حلبية نضل نحن مكفيين مسيرته، والله يعطينا القوة يا رب. هلا استاذ صباح فخري بالنسبه لنا نحن مو فنان فقط، يعني هو مدرسه كامله، يعني مدرسه ارسل الفن هذا لكل الكره الارضيه. يعتبر نحن اليوم دائما هو كان بيستقبلنا بالاغاني والضحكات، كان دمه خفيف كثير وأبغالي علينا كلياتنا. فاليوم نحن عم نودع جسمانه الغالي، الله يرحمه ويجعل مأواه جنة. صدقيني اليوم نحن مدينة حلب حزينة على فقدان أيقونة من أيقونات الفن في الوطن العربي. صباح فخري اقترن باسم مدينة حلب وباسم قلعتها. صباح فخري ظاهرة شخصية فنية لن تتكرر أبدا عبر سنوات طويلة،
صباح فخري رحل وهو مطمئن على هذه المدينة. عاد السلام والحب، عادت أسواق حلب ومساري حلب ومسرح قلعتها بالخصوص، عاد اليوم إلى حلب الذي تربى بها فيها، شرب من مياه حلب وقف على مسرحها. صباح فخري عاد إلى حلب ليدفن في أرضها بعدما ما أطمئن أن هذا التراث الغني الذي قدمه عبر نصف قرن سيظل بأيدي أمينة. فهي الى الاطفال فهم محرومون.